الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك في مركز توزيع خليل مصطفى تابع صندوق زكاة طبرق. الاسم عبد الرحمن عبد النبي الراوي، الصفة مسؤول مركز خليل مصطفى لجمع زكاة الفطر. من فضل الله عز وجل من عام أول ترنا فكرة منظومة لحصر المزكين لزكاة الفطر وتمت بنجاح. السنة تم تعميمها على بلدية طبرق بناء على تعليمات السيد رئيس البلدية والسيد رئيس صندوق الزكاة والأجهزة الأمنية، أعطونا موافقة على المنظومة وتم تعميمها في البلدية. البلدية المنظومة هذه تضبط المزكيين، عدد المزكيين اللي طلعوا، تضبط لك الصدقات، تضبط لك الفدية. من فضل الله أنها ناجحة 90%. وهذا جاي مدرسة خليل مصطفى والصاع النبوي واضح كتان كان في الأسوار. زكاة الفطر تم تحديدها طبعا نحن بالصاع النبوي. الصاع النبوي هو صاع واحد، المقدار نفس الوزن، يعني تبدأ من كيلوين وكيلوين ومية واطلع على النفر. اللي جاء فيه الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه التمر وفيه الدقيق وفيه الرز وفيه الدشيشة وفيه الفاصوليا، هذا كل من قوت البلد. هي 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 وقت المستحب قبل صلاة العيد. نحن بعد يجون الناس يطلعوا فيها منا يوكلونا بها، نحن نطلعوا فيها يوم 27 في الليل، يعني باكر نهار 28 نمتوا نوزعوا، تو نحصوا من الناس ونكيسوا فيها وننظموا فيها وبعدين نوزعوها يوم 28 يبدأ في التوزيع. نضيفوا 2 تمر تمام، ونضيفوا كي تمكم 3 ورق. خلاص سوى كام يعني 50 بس.